على مدار التاريخ والعصور فضلت مصر أم الحضارات، حضن المختلف الفنون والثقافات، واحتفظت بريادة فنية كانت كفيلة بأنها تجذب الكثير من الجنسيات العربية والأوروبية للمجيء ليها لتعلم الفنون المختلفة. الفنون اللي شهدتها جدران المعابد اللي شيدت من آلاف السنين علشان تسجل لينا أروع فنون النحت والرسم والعمارة، ووسط عظمة قدماء المصريين ما كانش غريب على القاهرة الخدوية إنها تشهد إنشاء أول دار أوبرا في إفريقيا والشرق الأوسط. الأوبرا اللي أنشأها الخديوي إسماعيل سنة 1869 في حفل افتتاح قناة السويس. النهاردة مصر رجعة تعزف أنشودة الإبداع بألحان فنية ملهاش مثيل، من خلال أكبر مدينة للفنون والثقافة هتعيد إحياء الفن المصري الأصيل في الجمهورية الجديدة، اللي بيتم إطلاقها من خلال مشروعات عملاقة بتتنفذ في كل شبر في مصر علشان تحقق جودة الحياة للمصريين. مدينة الفنون والثقافة اللي تم تنفيذها في الزمن قياسي على مساحة 127 فدان في العاصمة الإدارية بتعكس فكر الجمهورية الجديدة، وإن الحياة الكريمة للمصريين مش مجرد مشروعات خدمية وسكنية، ولكن مشروعات بدعيد تصحيح المسار لنشر الفكر والثقافة والفنون المختلفة من أجل الارتقاء بالإنسان المصري من خلال أكبر أوبرا في الشرق الأوسط، ومكتبة ومسارح وسينمات ومتاحف لكل الفنون التقليدية والمعاصرة، هتكون منابر للفن والثقافة هنعيش معاها كلنا حياة. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Escape my pain, I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones that are so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.
قاعات الأوبرا، أوكي؟ عندنا قاعة الأوبرا الرئيسية، عندنا قاعة الدراما، عندنا قاعة الكونسرت اللي هي قاعة الموسيقى، تمام؟ مساحة المشروع ككل هي 127 فدان. فالفكرة بتاعت مدينة الفنون والإدارة الأوبرا دي يعني فكرة ما هي مش موجودة تقريبا في العالم كله، ان انت تبقي رابطة بنسمع أوبرا في العالم اللي هو مركز مركز فنون او الفنون، مركز مركز ثقافة. الثقافة، يعني اول الاندماج او الخلطة دي ما شفناهاش في اي مكان. بالظبط، هي حاجة مختلفة شوية، بس هي حاجة جمع حاجات كتير قوي. يعني احنا عندنا غير المكتبة والمتحف عندنا جاليريهات، عندنا مراسم، عندنا جرافيك ستوديوز، عندنا بيت العود، مبنى السينما الوثائقية، عندنا مبنى الموسيقى المعاصرة، عندنا مسرح مكشوف بياخد 15,000 واحد متفرج يعني واقفين. في حاجة هي شوية مصغرة للمسرح الروماني بحيث ان هي تاخد 70 واحد، يعني نفس الفكرة بتاعت المسرح الروماني تمام. بس على حجم طبعا صغير جدا. القاعات عندنا الأوبرا نفسها بقى اللي هو قلب المشروع ده، هم 5 مباني كبار، تمام؟ القاعة الرئيسية هي قلب المشروع، هي أكبر قاعة فيهم، تاخد 2153 كرسي. قاعة الكونسرت اللي هي تم افتتاحها شهر نوفمبر اللي فات بفرقة فيينا في الهارمونيك بالمايسترو ريكاردو موتي، دي بتاخد 1168 كرسي. وعندنا أصغر قاعة فيهم اللي هي قاعة الدراما، دي أصغر قاعة من ال3 قاعات من ال3 قاعات. بالظبط، بتاخد 632 كرسي. وفي طبعا عندنا المبنى التاني في الريهرسل رومز بتاعت القاعات التدريب. كل المشروع القاعات بتاعت الاوبرا كلها معموله بالاكوستيك ديزاينز بالان سي بتاعها اللي هي النويز كرايتيريا علشان خاطر الايكو بتاع الصوت، معموله على احدث المواصفات العالميه اللي انا اقدر استضيف عندي هنا في المكان اي حدث عالمي بقى. في العالم لو هيعمل عدد المباني دي كلها بالديزاينز اللي فيها كلها بالمواصفات دي مينيمم هياخد 10 سنين. فمعنى ان احنا نوصل ان احنا نعمله في 3 سنين او 3 سنين وشوية دلوقتي، ده في حد ذاته انجاز، لان احنا كنا شغالين 24 ساعة ما بنقفش. الروح اللي احنا شايفينها دلوقتي يا باشمهندس، يعني من حضرتك وانت بتتكلم عن مدينة الفنون والثقافة وحتى قبل ما نصور مع حضرتك، هل دي الروح اللي كانت موجودة مع الناس اللي بيشتغلوا بايديهم هنا؟ دي كانت احلى حاجه في المشروع هنا، ان كله شغال كاننا يعني اسره واحده.
يعني حتى بتتسمى أسرة المشروع، بحيث إن إحنا كلنا بنساعد بعض، كل يعني سواء مالك استشاري مقاول على أعلى مستوى، كله يعني ماشيين مع بعض، مفيش حد بيعاكس التاني، مفيش حد بيضايق التاني، بالعكس إحنا بنبني حاجة للبلد، إنما مبسوطين إن إحنا بنبني حاجة هتفضل عايشة طول العمر. المكتبة أكيد بتوصل رسائل، رسالة للعالم، بتوصل إيه؟ مدينة الفنون والثقافة احنا جزء منها، يعني احنا جزء من 3 أجزاء موجودين في المدينة، اللي هي بتضم المتحف، والمتحف ده هو متحفين الحقيقة، متحف للفنون التشكيلية والبصرية، وفي متحف خاص بالعواصم، تاريخ العواصم الإدارية في مصر من أول أمون، والمكتبة بتاعت العاصمة، وهي الحقيقة اسمها مكتبة الفنون والثقافة، اسمها مكتبة الفنون والثقافة. الفنون والثقافة يعني هي صحيح هتخدم العاصمة الإدارية، لكن هي متخصصة بشكل من 50 لـ70% في مجالات الفنون والثقافة. يعني علاقة الفنون مثلا بالذكاء الاصطناعي، لكن علاقة الثقافة بالذكاء الاصطناعي، علاقة اللغة بالذكاء الاصطناعي مثلا يعني، أو النحت أو الرسم أو المسرح أو السينما أو الفيديو وإنتاجه والحاجات دي كلها، أو كل أنواع الفنون اللي ممكن تبقى موجودة، بجانب الثقافة بقى بكل أشكالها. يعني احنا بنتكلم في الأدب وفي الشعر وفي القصة وفي الرواية، من بداية التاريخ لحد النهاردة، طب إيه اللي ظهر، الحاجات دي كلها بنحاول نغطيها في المجموعة بتاعت المكتبة، اللي وصلت الآن لحوالي 70,000 عنوان ككتب ورقية، وحوالي 10 مليون كتاب رقمي ما شاء الله. برضو احنا لسه في البدايات، دي السنة الأولى، والخطة الاستراتيجية محطوطة 2020-2024، فاحنا مفروض ان احنا في نهايتها هنوصل لـ100,000 عنوان كتاب، وممكن نوصل لحوالي 30 أو 40 مليون كتاب رقمي. دكتور انا لما دخلت يعني انا اتوهمت بصراحة، بس حضرتك قلت لي لا هو ده تاريخنا. يعني انا واحدة في سني ممكن اعرف معلومه، لكن ان يبقى مكان زي ده وجامع تاريخ مصر وان ده تاريخنا فعلا موجود، ده شيء عظيم. ده طبعا احنا اباء العماره واباء التاريخ واباء الفن واباء اللغه حتى، ولابد ان احنا واحنا كنا بنبني المكتبه هنا او المدينه كلها، ان ده يعكس الثقافه المصريه من بدايه التاريخ لحد النهارده. طيب دكتور، بما حضرتك يعني بما ان حضرتك ذكرت المستقبل، احنا واحنا داخلين يعني حضرتك شاورت لنا على التمثال او تماثيل الاطفال والطفل، يعني الاطفال هم المستقبل، هم المفروض ان احنا نرتقي بيهم علشان هم الامل بتاعنا. ايه اللي رعيتوه هنا في المكتبه بالنسبه للطفل؟ دي مدرجات مش سلالم. مدرجات، لان هي مساحتها واسعه، الهدف منها ليها هدف وظيفي، مش معموله بس الناس تطلع عليها. ان احنا هنجيب الاطفال اللي هم من رياض الاطفال، هيقعدوا على السلالم، هيفتحوا اللابتوب او هيفتحوا الاجهزه اللي احنا هنديها لهم، وليهم موديول او نظام فرعي
داخل نظام المكتبة هيخشوا عليه بيتعامل معهم بقى، سواء رسوم متحركة، سواء كوميكس، سواء قصص للأطفال، سواء رسم، سواء أعمال علمية، كل ده موجود قدامه. بس هو يرتبط في ذهنه حاجة مهمة، إن هو دخل المكتبة الكبيرة وقعد فيها، وإن ده مستقبله. أنا بصنع التاريخ بقى في هذه اللحظة، يعني ده المستقبل اللي هو هيجي عليه. هو مش هيجي على مكتبة الأطفال مباشرة، ده هو هيجي هنا هيدخل الأول. هنا الأول. لازم يحصل له الفيوتشر تشوك دي، أو صدمة المستقبل. أنت جنب حاجات، كل الرفوف هنا شغالة ارتفيشال انتليجنس وسنسورز، مستشعرات. حتى الكلام ده معمول كمان للي هم ذوي الهمم أو الهانديكابد اللي عندنا، معمول لهم برضو حاجة زي كده. فاهتمامنا بالأول لازم يكون، لو احنا المشرف العام على متحف عواصم مصر، اهلا بحضرتك، نورتي معانا في حياه جديده. اهلا بيكي. فكره متحف عواصم مصر جت امتى، والفكره جت ازاي، وتم انشاؤه امتى، وايه اللي بيضم داخله؟ هو متحف عواصم مصر فكرته اول متحف بيتتبع تاريخ العواصم يعني في مصر من بدء نشاه العواصم. طبعا احنا مصر بلد عريقه، في عندنا تعقبت علينا 22 عاصمة على مدى التاريخ بتاعنا، فإحنا فكرنا إنه يعني لازم يكون في متحف يضم بقى العواصم دي كلها. طبعا مش ممكن إحنا نضم 22 عاصمة جوه المتحف، فبالتالي اخترنا 6 عواصم بعينها، 6 عواصم اللي أثرت على الحضارة المصرية منذ أول عاصمة وحتى العاصمة زي إيه يا دكتورة منى؟ بداية إحنا اخترنا منف اللي هي أول عاصمة في مصر القديمة، ثم طيبة، ثم عاصمة تل العمارنة، عندنا كمان الأسكندرية والقاهرة. بداية بقى العواصم الإسلامية عامة اللي هي انتهت بالقاهرة التاريخية، ثم القاهرة الخديوية، وطبعا في الآخر خالص العاصمة الجديدة. دكتورة منى، وإحنا قدام متحف عواصم مصر الذي لم يتم افتتاحه إلى الآن، وبعدين كنا بنتكلم وبنتبادل الحديث قبل اللقاء، يعني يمكن ده مش موجود في أي دولة في العالم، لأن مفيش دولة مر عليها عدد العواصم اللي هنا في مصر. بالظبط، لا عند حياتك حق، هو فعلا متحف يعتبر فريد من نوعه، مش بس في العالم العربي، ده حتى في العالم كله، لأنه مفيش دولة تم يعني تتابع عليها عدد العواصم ال 22 عاصمة. فإحنا المتحف يعتبر فكرة فريدة من نوعها، جديدة، وأتمنى أنها تعجب الزوار، لأنهم هيلاقوا فيها مش بس طريقة العرض، يعني مش بس معتمدين على وجود الآثار. طبعا هي كلها آثار حقيقية وآثار جميلة جدا ومميزة. كمان عندنا وسائل إيضاحية ووسائل تكنولوجيا بتعرف الزائر على الحضارات والتاريخ، وشاشة تفاعلية. يمكن احنا ما قدرناش نحط جوه ال 22 عاصمة زي ما وضحت لحضرتك، لكن عندنا شاشة تفاعلية فيها ال 22 عاصمة على خريطة كاملة بأماكنها، بأهم الحاجات اللي موجودة فيها وتواريخها وكل حاجة.
نحن نعرف من نحن لكننا لا نعرف ما قد نكون، مقولة قالها شكسبير وبتنطبق على الكثير، لكنها ما بتنطبقش هنا على المصريين في الجمهورية الجديدة اللي عرفوا قيمة بلدهم وبدأوا يمسحوا تراب الإهمال اللي عشش فيها لسنين وأضاع كنوز وأفقدنا هوية بنعيدها من جديد من خلال متحف السنين. فنان التشكيلي إيهاب اللبان المشرف العام على قطاع الفنون التشكيلية والبصرية بمدينة الفنون والثقافة، أهلا بحضرتك معانا في حياة جديدة. أهلا يا فندم. متحف الفنون أكيد بيضم عدد كبير من الفنون، إزاي قدرت تعمله ده؟ هو متحف الفنون مكوناته في البداية هو 6 صالات عرض كبيرة، الصالات مقسمة إلى مجموعات فنية مختارة من المجموعات الهامة والنادرة اللي موجودة عندنا في مصر. فالمتحف بيحتوي على مجموعة ذاكرة الشرق، ودي مجموعة مختارة ومجموعة نادرة من أعمال المستشرقين تعود إلى قرنين مضوا من الزمان يعني. المجموعة الثانية مجموعة ملامحات، وهي بتوثق للأعمال التصويرية والنحتية اللي انتجت في عصر محمد علي لملوك وأمراء الأسرة العلوية. المجموعة الثالثة هي مجموعة مختارات من الفن الأوروبي، هي برضو مجموعة من الـ من الـ من الأعمال الفنية النادرة لأسماء كبيرة جدا في يعني مشهورة على كل المسامع المهتمين بالفنون حول العالم. المجموعة الأخيرة هي مجموعة الفن المصري من الحداثة إلى المعاصرة، فهي بتقدم نماذج مختارة لفنانين من بداية القرن الماضي لحد الوقت الحالي. طيب أستاذ إيهاب، يعني متحف الفنون الذي لم يتم افتتاحه إلى الآن أكيد بيقدم رسالة معينة، إيه هي الرسالة اللي بيقدمها؟ شوف، هو احنا كنا مهتمين جدا ان احنا نقدم ما أنتجته مصر من فنون أو ما الذي استقبلته مصر من فنون عبر عصور مختلفة. يعني بيحمل رسالة كبيرة المتحف ان مصر استقبلت فنون ناس كتير، فنانين أجانب، فنانين من أوروبا، فنانين من كل أنحاء العالم. في مصر كانت مستقبل جيد للفن، وكانت في عصرنا الحالي كذلك مصدرة للفن ومؤثرة في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. في فنانين كتير مصريين قادرين يمثلوا الحركة التشكيلية المصرية على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي. فمصر كانت مستقبل ومصدر للفن في آن واحد في كل تاريخها. فقدرنا إن احنا نجمع المجموعات دي علشان يعني المشاهد اللي يدخل المتحف يقدر يكون صورة شبه كاملة على كل الانتاجات الفنية المتوفرة في مجلدات هتحكي حكاية بلد عظيمة بأمجادها وفنونها وثقافتها اللي صنعت حضارة رجع نعيدها إلى الجمهورية الجديدة بفكر ووعي هيرجع مصر للريادة علشان نكون منارة للفنون والثقافة، مش بس لأبنائها لكن للعالم كله اللي هيشهد إزاي المصريين هيعيشوا حياة جديدة. أشوفكم في حلقة جديدة من حياة جديدة. سلام.